بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدرسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ومع برنامج الوقف والابتداء. ومعنا فضيلة الدكتور إسلام ابن نصر الأزهري. نعم دكتور إسلام، الله سلامكم الله. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 39 من سورة النساء، ومع الآية 40 إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله آمين وخاصته. آمين. كنا قد وقفنا عند قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والحقيقة أن هذه الآية لها علاقة كبيرة بما قبلها، لأن رب العالمين قال قبلها والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم، والآية التي هذه والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. بعض الناس يقول إن فلانا هذا أنفق ماله كله في خدمة الإنسانية وفي خدمة البشرية وبنى المستشفيات وكذا وكذا، فما مصيره؟ مصيره إن مات على الإسلام فهو من أهل الجنة، وإن مات على الكفر حتى لو أنفق ماله كله في خدمة الناس فهو من أهل النار وبئس المصير. طيب بعض الناس يقول طيب أليس في هذا ظلم لمثل هذا؟ نقول لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأخذ حظه في الدنيا. ربنا عز وجل سن قانونا، هو دخل في القانون فبها ونعمت، لم يدخل يستحق العقوبة. وأدل دليل على ذلك الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد. الوليد بن المغيرة كان يكسو الكعبة كل عام وحده، وكان يؤمن ماله، وكان يطعم الحجيج كلهم عاما، وتطعمهم قريش مجتمعة عاما آخر. وكان لا ينهى أن توقد نار في الحج إلا ناره هو. وكان يضرب ابنه على شرب الخمر، هشام ابن الوليد كان هو ولده، كان أبوه يضربه على شرب الخمر. وأربعة من أولاده أسلموا، خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وهشام بن الوليد وفاطمة بنت الوليد، هؤلاء كانوا أولاده، ومنهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وزوجته عصماء بنت الحارث الهلالية كانت مؤمنة موحدة، وهو الذي كان يقول لما سمع القرآن إن صحت الرواية إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وكان ينفق على فقراء العرب ممن كانوا حوله. ومع كل هذا أنزل الله عز وجل فيه 11 آية تذمه في سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا، كان يقول أنا الوحيد ابن الوحيد، لأنه فعلا بأفعاله كان وحيدا في العرب. وقال بعد ذلك سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. طب لماذا كل هذا؟ لماذا يصلى سقر وهو فعل كل ذلك؟ لأنه مات كافرا، مات لا يؤمن بالله. السيدة عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان كيف حاله، يعني وقد فعل وفعل في الجاهلية، يعني هل سيغفر الله لا، قال لها لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلذلك ربنا لما قال والذين ينفقون أموالهم، كل الأموال، طب لماذا كان ينفق الوليد بن المغيرة؟ رئاء الناس ليحمده الناس، ابتغاء المحمدة. فالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر،
وماتوا على ذلك فهم من أهل النار. نعم. طب كيف حال نفقتهم؟ أخذوا حظهم في الدنيا. ولذلك جاء بعدها بقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، دفعا لتوهم قد يعتلج في القلب أو قد يأتي على العقل أنه كيف يكون من أهل النار وهو قد فعل وفعل وفعل، فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نعم صحيح. نعم. وطبعا مهما نقول في من بعد الوليد أنه فعل مثل فعل الوليد، لا أحد. نعم. يعني لا أحد إلى الآن فعل بخدمة للبشرية والإنسانية وللكعبة اللي هي أم القرى مثلما فعل الوليد. ومع ذلك 11 آية تزمه لأنه مات كافرا بالله بعدما عرف الحق واستمع إلى القرآن. نعم صحيح. وأثر فيه سبحان الله لم ينفعه ذلك. نعم. والأعجب من ذلك أن أولاده الأربعة وزوجته كانوا يستمعون، لأن سورة المدثر أول من أوائل السور التي نزلت قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. يعني أول سورة نزلت أرسل بها سورة المدثر. نعم. ومعنى هذا أن خالد بن الوليد وهشام بن الوليد والوليد بن الوليد وفاطمة بنت الوليد وزوجته كانوا يقرؤون ويستمعون ذم أبيهم في القرآن الكريم. نعم. ومع ذلك لم يتكلم أحد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا هو الولاء والبراء في أعلى وأتم صوره. لكن نجد ناسا يعترضون على حكم الله وعلى شرعه ويقولون فلان فعل وفعل وبنى كذا وكذا وكذا، تقولون إنه إن مات على كفره يدخل النار. نعم، إن مات على كفره يدخل النار. لماذا؟ هذا حكم الله، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال الذرة اللي هو النملة الصغيرة التي لا ترى أصلا. ثم طبعا الوقف هنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ثم نقف هنا وقفا كافيا. إن بعدها جملة شرطية، وإن تكو حسنة أو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طبعا وإن تكو حسنة على قراءة حسنة بالفتح النصب على قراءة الجمهور، يعني وإن تكن وإن يكن الفعل حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إن تكن مثقال ذرة حسنة يبقى كان هنا تامة تم وحسنة خبر كان منصوب بكان علامة نصبها الفتحة. لا ديت إن تكن مثقال ذرة حسنة كان ناقصة كان ناقصة معذرة، لكن إن تكو حسنة حسنة كان تامة. قراءة نافع وابن كثير وابو جعفر. نعم. إذن وإن تكو حسنة يضاعفها وإن تكو حسنة يضاعفها قراءة نافع وابن كثير وابي جعفر. وإن تكو حسنة يعني على إن وجدت حسنة أو وقع حسنة. نعم. على اعتبار إن كان تامة، أي إن وجدت حسنة أو وقعت حسنة يضاعفها وحسن فاعل. نعم. حسن فاعل اللي كانت تامة هنا. نعم. وعلى قراءة جمهور القراء وإن تكو حسنة فحسن هنا كان هنا ناقصة لها اسم وخبر. نعم. اسمها محذوف مثقال ذرة حسنة وحسنة هي خبر كان منصوب بكان وعلامة نصبها علامة نصبه الفتحة. يعني وإن يكن الفعل أو إن تكن المثقال ذرة حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر. طبعا يضاعفها هنا جواب شرط إن يعني إن شرطية وتكو فعل الشرط وجوابها يضاعفها وجملة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. معطوفة على الإيه؟ على يضاعف. نعم. يبقى ويؤتي يضاعفها جواب شرط إن مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. خلاص. ويضاعف فعل مضارع والهاء مفعول به، ويؤتي من لدنه معطوفة على مجزومة أيضا مجزومة بس هنا بحرف هي مجزومة بعطفها على جواب الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة أصلا ويؤتي من لدنه حذف حرف العلة علامة للجزم. نعم. إذن القارئ يقف إن الله لا يظلم مثقال ذرة ويقف وإن تك حسنة أو حسنة يضاعفها لا يوقف هنا لابد أن يصل إلى آخر لابد أن تعطف يؤتي على يضاعفها يضاعف على يضاعفها على يضاعف. يعني يؤتي هنا مجزومة
لا يبدأ بها، لماذا؟ نعم، معطوف على المجزوم، على المجزوم والعامل في الفعلين المجزومين واحد، وهو الشرط، اللي هو الشرط، الشرط. لذلك أقول وإن تك حسنة أو ضعف، حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إلى آخر الآية. نعم. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. طيب، الوقف عند ويؤت من لدنه أجرا عظيما، الوقف هنا يمكن أن نعتبره كافيا. نعم. ويمكن أن يعتبر طبعا كافي على اعتبار إيه؟ فكيف إذا جئنا، يعني كيف حال من سبق ذكرهم. نعم. الذين ينفقون أموالهم للناس، أو الذين يبخلون وأمر الناس بالبخل، أو كذا أو كذا، فكيف حالهم؟ إن كيف يسأل بها عن الحال. نعم. خلاص، وهذا هو الأولى، أن تجعل فكيف الوقف على ما قبلها وقفا كافيا. كافيا. نعم. بارك الله فيك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طبعا هذه الآية الحقيقة من الآيات التي تدل على فضل أمة الإسلام. نعم. على بقية الأمم، وعلى فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء. نعم. صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضلت على الأنبياء، فضلت. نعم. على الأنبياء بست. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تصرح بأن أمة الإسلام هي أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما بقاؤكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني عمر أمة الإسلام من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعمر بقية الأمم من غروب الشمس إلى ثاني يوم إلى صلاة العصر. ثم قال أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فاستوفينا أجر الفريقين جميعا، فاعترض اليهود وأعطينا قراطين قراطين، فاعترض اليهود والنصارى وقالوا أي ربنا كنا أكثر عملا منهم وهم أكثر أجرا منا، قال هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رحلة المعراج والتقى بموسى صلى الله عليه وسلم وهو يمر وهو صاعد إلى السماء السابعة، بكى موسى عليه الصلاة والسلام، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. مع أن سيدنا موسى وأمة بني إسرائيل كبيرة في الزمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من هذه الأمة. والصف الباقي من بقية الأمة، يعني ثلث أهل الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء لأنه صلى بهم إماء، طبعا هذا حكم الله تبارك وتعالى وكلام الله وكلام رسوله، وقد صلى بهم جميعا في ساحة بيت المقدس. الله. وهو أول من يفتح له باب الجنة وأول من يقوم بعد الصعقة الكبرى، قال فأفيق فإذا موسى آخذ بقوام العرش بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وكل الأنبياء حين تعرض عليهم الأمم اشفع لنا عند ربك، كل نبي يحيل على من بعده يحيل على من بعده حتى يحيلون إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل له يا محمد، قال فأخر ساجدا تحت العرش، فيقول ويلهمني ربي محامد لم يلهمها أحدا قبلي. فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام هنا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وكان سيدنا ابن مسعود بيقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات. نعم. فلما وصل إلى هنا إذا عيناه الكريمتان تزرفان عليه الصلاة والسلام، وقال له حسبك، يعني يكفي يكفي. نعم. فوجد عيناه تزرفان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام يجاء بنوح وأمته، أو الأنبياء،
وللرسل فيقول هل بلغكم، فيقال لأمتي هل بلغكم نوح، فيقولون فيقال لنوح هل بلغت قومك، فيقول نعم، هل بلغكم نوح، فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام ومن يشهد معك، فقال محمد وأمته. قال فتشهدون أن نوحا، مع أن سيدنا نوح أول المرسلين، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام آخر المرسلين، قال فتشهدون أن نوحا بلغ أمته ثم تلا قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الآية هنا تدل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام على بقية الأنبياء وعلى فضل أمة الإسلام على بقية الأمم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، على هؤلاء تشمل أمته، تشمل أمته والأمم السابقة بدلالة السنة النبوية، أنكم تشهدون أن نوحا بلغ أمته وكذلك بقية الأنبياء الذين أنكر أقوامهم أنهم بلغوهم، ستشهد أمة محمد وسيشهد النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي أنه بلغ أمته. فقوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني على هؤلاء الذين هم أصحابك وأمتك ومن جاء بعدك وعلى كل من جاء قبلك. وهذا دليل على فضله عليه الصلاة والسلام طبعا. وجملة وجئنا بك جملة حالية معطوفة على الجملة التي هي في موقع الحال السابقة، لأن كيف كما قلنا يسأل بها عن الحال، يعني كيف الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وكيف الحال إذا جئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم. وطبعا هنا وجئنا بك، ما لم يقل وجئنا بك شهيدا على هؤلاء كما قال في الموضع الآخر في سورة النحل. نعم، قال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. هنا قال وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لماذا قدم المشهود عليه في الذكر؟ لأن الحديث عنهم أصلا هو الحديث فيما سبق عن من؟ عن الذين يبخلون ويكتمون وكذا وكذا. فقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، نحن جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا فكيف حالهم، يعني حال هؤلاء الناس الذين ستشهدون عليهم، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، وجئنا بك على هؤلاء، فقدم المشهود عليهم في الذكر لأن الحديث عنهم أصلا في سياق في سباق الآية. فلا بد أن يقدموا في الذكر، بينما في سورة النحل كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، فقدم الشاهد على المشهود بدلالة أن لحاق الآية نفسها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. فالآية في سورة النحل، الآية والتي قبلها والتي بعدها تتحدث عن الشاهد أولا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فلذلك قدمه في الذكر وقال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، بينما في هذه الآية تتحدث عن المشهود عليهم الذين سبق الحديث عنهم يبخلون ويكتمون وكذا وكذا. ثم قال فكيف حالهم هؤلاء إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، لأن الحديث عن المشهود عنهم أصالة في الآية فقدمهم على الشاهد. بارك الله فيك. بارك الله. طبعا يعني كيف حاله، يعني الشاهد يبكي سبحان الله، فما بال المشهود عليهم. وهذا من الآيات سبحان الله، من الآيات الشديدة جدا على النفس. نعم، على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى، يعني وبكاؤه وهو الشاهد على الأمم يعني فما بالك كما تفضلتم يعني بمشهود عليهم. نعم، نسأل الله العافية. آمين يا رب العالمين. طبعا نقف هنا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم. وطبعا هذا استفهام تعجبي تقريري أو استفهام تقريري تعجبي. نعم. تقريري لأنه ما في ما تضمنه الاستفهام هو الحقيقة. نعم. الحقيقة اللي هي إيه؟ أنه سيأتي شهيدا على أمته، على الناس، وأمته ستأتي شهيدة على الأمم. نعم. فده تقرير، فلذلك استفهامنا تقريري. نعم. تعجبي، تعجبي لماذا؟ لأنها آخر الأمم وستشهد على بقية الأمم كله. نعم، بارك الله فيك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. طبعا يومئذ التنوين هنا عوض
عن جملتين سابقتين، يعني يوم إذ جئنا بك على هؤلاء إذ جئنا بك شهيدا على يوم إذ جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يود الذين كفروا وعصوا الرسول. طيب يود فعل، نعم فعل مضارع، والذين اسم موصول في محل نصب في محل رفع فاعل. كفروا وعصوا الرسول، كفروا جملة فعلية هي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، وعصوا الرسول معطوفة على جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. أين مفعول يود؟ لو هنا مصدرية، يعني لو تساوى التسوية فلو ما بعدها في تأويل مصدر، يعني يود الذين كفروا وعصوا الرسول تسوية الأرض به، لو تسوى بهم الأرض. تسوى بهم الأرض يعني إما أن يعني يكونوا باستوائها فلا يرون، أو أنهم يدخلون فيها، كما ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة النبأ، يقول الكافر يا ليتني كنت تراب. بعد أن يرى الكافر أن الحيوانات ستتحول إلى تراب، يقتص للشاة الجلحاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يقتص للشاة الجلحاء من القرناء، ثم يقال كونوا ترابا. خلاص يعني الشاة الجلحاء اللي هي ليس لها قرون تقتص من القرناء التي نطحتها في الدنيا، وهذا دليل على أنه لن يظلم، سيأخذ كل مظلوم مظلمته. وبعد أن يقتص الله للشاة الجلحاء من القرآن يقول كونوا ترابا، فيقول الكافر ساعتها يا ليتني كنت ترابا. يا ليتني كنت ترابا، هذا معنى من معاني لو تسوى بهم الأرض، يعني أن يكونوا هم والتراب سواء. لماذا؟ حتى لا يحاسبون. أو أنهم تسوى بهم الأرض، يعني كأنهم يصغرون حتى يستوون بالأرض فلا يرون في هذا المشهد. وطبعا المعنى الثاني هو الأليق والأنسب بجمع نظيرها في سورة النبأ، وبالدلالة الحديث النبوي المطهر مع يقول تسوى يعني يستوون بالأرض يكونون ترابا. إذن لو تسوى لو الفعل تسوى في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به، ليودوا يعني يود الذين كفروا وعصوا الرسول تسوية الأرض بهم أو تسويتهم بالأرض، والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا، يعني يودون التسوية بالأرض، وحالهم أنهم يودون أنهم ما كتموا الله حديثا، وهذا فيه علاقة بما قبله. لأن ربنا قال قبل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضل، يعني يكتمون العلم والمال. فهنا حين وطبعا لما قال يكتمون العلم والمال وهذه جريمة ارتكبوها، قال بعد ذلك إيه؟ فكيف إذا جئنا، خلاص وكيف إذا جاء يوم القيامة، ماذا سيفعل هذا الذي كان يكتم الله حديثا؟ سيود لو تسوى به الأرض، والحال أنه ما كتم ما كتم حديثا، ما كتم علما، ما كتم مالا، ما كتم فضلا، ما كتم الحديث هنا يراد به أيضا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويود أنه ما كتم تصديق القرآن الكريم، تصديق التوراة والإنجيل للقرآن، وما كتم تصديق التوراة والإنجيل للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كتم علما، وما كتم مالا. هذا معنى له. طبعا فهنا لابد أن نقرأ من قوله يومئذ يود إلى قوله حديث ولا يكتمون الله حديث. نعم طبعا، لأن في بعض الناس يقف ويقول إيه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول ثم يقف ويقول إيه ولا يكتمون الله حديث. لا. وهذا مخالف لعدة أمور. الأمر هم الأول كتموا. هم كتموا الله أحاديث. كتموا كثيرا. الأمر الآخر يقول لا يكتمون الله حديثا يوم القيامة، لا سيكتمون، لأن رب العالمين حين يوقفهم للحساب يقول فعلت يا عبدي فعلت كذا يوم كذا وكذا، يقول ما فعلت شيء، عبدي فعلت كذا ما فعلت شيء، فتشهد عليه جوارحه وأعضاء، تكلمي يا يد فتتكلم اليد بما فعلت، القدم بما فعلت، تشهد عليهم ألسنتهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. سورة فصلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بعد أن تشهد الجوارح ليخلو الإنسان بجوارحه ويقول عن كن كنت أناضل، أنا بدافع عن كن ستعذبنا في النار، فيقولنا إيه
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلاص، فهذا يدل على أنهم كتموا الله عز وجل. فلو أنهم ما كتموا الله شيئا يوم القيامة ما نطقت جوارحهم، لكن ما نطقت الجوارح إلا لما كتموا. فلا يصح أن أجعل ولا يكتمون الله حديثة مستأنفة، كما قال بعض الناس، إن في بعض الناس مغرمين بغرائب الوقوف وغرائب التعليلات وغرائب التقديرات. فهنا لا يصلح، كما قلنا في الوقف والابتداء، لابد في البحث أن نسد جميع الثغرات حتى نأتي بالمعنى الأليق للآية مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع نظائرها في القرآن الكريم. فحين أقول ولا يكتمون الله حديثة وأجعلها مستأنفة، هذا خطأ في المعنى. بل بالعكس، هي متصلة، يعني يودون ألا يكتموا الله حديث أو ألا يكونوا قد كتموا الله حديث. طبعا هنا عاصم ويعقوب وابن كثير وابو عمرو، لو تسوى بهم الأرض، وتسوى نافع وأبو جعفر وابن عامر، تسوى بهم الأرض، وقرأ الباقون تسوى بفتح الياء، بفتح التاء وتخفيف السين. طبعا تسوى بهم الأرض، هذه القراءات الثلاثة، تسوى وتسوى وتسوى بهم الأرض، الثلاثة بمعنى واحد، لكن هناك قراءة أشد في الإمعان من زي تسوى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فيعني يريدون أن يكونون هم والأرض سواء، لا يظهرون منها إطلاقا حتى لا يحاسبون. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، لا نقف. لأن يود كما تفضلتم إيه الفعل، هي جواب فعل. ولو تسوى، لو بما بعدها مصدر أول، يعني تسوية الأرض، لو يودون تسوية الأرض بهم، والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا، أو يودون أنهم ما كانوا لو كانوا لم يكتموا رب العالمين حديثا. والوقف هنا طبعا تام، وقف تام. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.